بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بناخذ الاسكلتيشن والتركشن اوف ذا ابدومين. يعني طلبها مني كجزء جديد في الاستيشن ابدا بوايبر من جديد فلات بوزيشن ما اعرف ايش ولا اخره. بعدين بالنسبه للاسكلتيشن، اسكلتيشن ابسط شيء، اجيب السماعه او الاستيثوسكوب واحطه في المنطقه هذه 3 سنتيمتر رايت ذا امبلايكس تقريبا في المنطقه هذه يعني كذا، والمفروض اني اسمع ايش اللي هو النورمال بيرستالتيك موفمنت اوف ذا انتستين، بتكون من 2 ل 3 في الدقيقه، فانا ممكن اسمع 30 ثانيه واضرب الرقم في 2. المهم انه اذا كان ماني كان في النهايه اقدر اقول انه طبيعي، بس اقول انا عارف الطبيعي انه 2 تو 3 تايمز بير مينيت. طيب كده خلصنا الاسكلتيشن. بالنسبه للبركشن، البركشن نفس البالبيشن بالنسبه للديب اورجن. في الديب اورجن كنا نطلع زي كده بشكل هذا، بعدين نجي من فوق، بعدين نروح بالشكل هذا للليفت لوب اوف ذا الليفر، بعدين كنا نروح للسبلين. في البركشن نفس الطريقه، بنبدا من تحت من هنا بركز، حيكون الصوت ايش الماء الطبيعي ريزونانس 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 دل. الحركة تكون في المعصم هنا بس في الريست اللي يتحرك زي كذا، تمام. بعدين ممكن اقيس اللي هو الليفر سبان هنا مره ثانيه، اسك ذا بيشنت انه يثبت يده هنا واطلع من فوق انجل فلوي، وبعدين انزل بشكل هذا ريزونانس 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 انه يصير دل. بعدين اقيس الليفر سبان، وبعدين اروح بالنسبه الليفت لوب نفس الشيء من هنا من الامبلاك ابدا ريزونانس 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 لين يصير دل. في النهايه ايش بقول؟ ليفر از نوت بيركسبل. احنا كنا هناك نقول نوت بالبل عشان البالبيشن، هنا عشان البركشن نقول نوت بيركسبل. طيب بعدين بالنسبه للسبلين ابدا من الرايت اليك فسه بشكل هذا ريزونانس 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 إذن السب كوست المارجن اللي هنا. بعدين أقول the spleen is not percussible برضو نفس الشيء. طيب كذا خلصنا الجزء الأول في البركشن. الجزء الثاني اللي هو الأسايتس. الأسايتس هو تجمع السوائل في الأبدومين. عندنا نوعين اللي هو السيفير أو عفوا المودريت والسيفير أو التنس. بالنسبة للتنس بسيط جدا، أسك ذا بيشنت أنه يثبت يده بالشكل هذا هنا كذا، وأبدأ أحط يدي أنا هنا بالشكل هذا باطن الكف اللي هنا باطن اليد كذا ثبته هنا، واضرب ضرب خفيف هنا بالشكل هذا على الابدومين، واسك ذا بيشنت انه يثبت يده هنا، لا انسى ابدا. فاحس بالشكل هذا بتكون في انتقال للامواج من هنا لهنا او الموجات يعني، فبالشكل هذا. بعدين اقلب اليد هذه احطها كذا كذا ممكن، واليد الثانيه هذه زي كذا نفس الشيء، العكس المفروض تكون صح، بتكون زي كذا. فاليد الاولى كانت كذا، بعدين كذا اقلب، بعدين الجهه الثانيه او نفس الشيء. فايش بيكون الكومنت هنا؟ بوزيتيف، المفروض تكون النتيجه، هم قالوا لنا انه خلوا النتيجه دائما بوزيتيف، فعاد لازم نتاكد منها. بوزيتيف ترانسميتد ثريل تيست، بوزيتيف ترانسميتد ثريل تيست، معناته انه صار في ترانسميشن للثريل من هنا لهنا. طيب هذا بالنسبه للتنس. بعدين المودريت اسايتس بسيط، اول شيء ابدا بالشكل هذا من هنا من النص زي كذا، اول شيء تاكد عفوا من البلدر اذا كانت فاضيه ولا لا، كيف تاكد من البلدر اذا فاضيه ولا لا؟ البلدر هنا. فاول شيء اسك ذا بيشنت وود يو لايك تو يورينيت، او تبغى تروح الحمام يعني الله يكرمكم باي طريقه يعني. بعدين اتاكد انا كمان بنفسي بالشكل هذا، اسوي بركشن من الامبلايكل الامبلايكس اللي هنا من السره، وانزل تحت الين السيفس بيوبس. اذا كانت البلدر فاضيه بيكون الصوت ريزونانس، اذا كانت مليانه بيكون الصوت دل. طيب بالنسبه الان نجي لمين؟ ايوه البلدر لازم اتاكد انها فاضيه حتى في التنسا اسايتس، تنسا اسايتس في المودريت اسايتس، في كل الاسايتس اتاكد انها فاضيه ولا بس في التنس ما احتاج في المودريت بس، اتاكد انها تكون فاضيه في المودريت اللي هي بسويها الحين. في المودريت اسايتس اسوي اثبت يدي بالشكل هذا هنا في النص، وابدا اروح للليفت سايد اوف ذا بيشنت بالشكل هذا بركشن بركشن، الصوت المفروض يكون ايش؟ ريزونانس ريزونانس ريزونانس. اذا نوصل لهنا ممكن يصير دل، اذا ممكن يكون ريزونانس طبيعي، ممكن يكون دل، اذا كان دل فمعناته ايش؟ في تجمع سوائل هنا مثلا، انا اشك انه في تجمع سوائل، فاسك ذا بيشنت انه يلف على الجهه اللي انا فيها وانتظر لكم؟ لمده 5 الى 10 ثواني، بحيث انه اذا كان في سوائل تنزل للجهه الثانيه. بعد 5 او 10 ثواني اسوي ايش؟ بركشن مره ثانيه. اذا طلع الصوت، اذا كان الصوت دل وصار ريزونانس معناته انه في سوائل وراحت للجهه الثانيه. فاقول للبيشنت نام على الجهه هذه وارجع مره ثانيه للامبلايكل وابدا اروح للجهه الثانيه. ريزونانس 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 دل. اذا كان دل اسك ذا بيشنت انه يروح للاوبوزيت سايد زي كذا،
واسوي له انتظر 5 او 10 ثواني مره ثانيه واسوي له بركشه مره ثانيه. هو كان الصوت دل، فاذا صار ريزونانس معناها انه السوائل اللي كانت هنا راحت الجهه الثانيه. فايش يكون الكومنت وقتها؟ انه الكومنت انا كان لازم بوزيتيف باي مانوال شيفتنج دلنس، بوزيتيف باي مانوال شيفتنج دلنس. اذا كان ما في شيفتنج دلنس معناته انه ايش؟ نيجاتيف باي مانوال شيفتنج دلنس. كده